شوية ونعمل حاجة تانية. لا ده ايه ده بقى ده اسمها لاعب خفة، علشان كده بعمل الأكاديمية للاعبي الخفة. تمام. هقول لحضرتك حاجة لذيذة قوي. على فكرة انت ابهرتني، ربنا يخليك. وانا صعب ان انا امبهر بحد خالص. لسه ما عملناش حاجة لسه، اتمنى ما تزهقش حضرتك بس من اللي انا بعمله. انا ما زهقتش، انا مش فاهم حاجه. انا الاول انا فاكر احنا لسه بنبتدي. لسه بنبتدي. طبعا فكرت كتير جدا، لان شفت هنا شباب عندنا كوادر في مصر حضرتك، وشباب بالفعل كويسين جدا في الموضوع ده، بس ناقصهم حاجات معينه. فالاكاديميه دي مهمه جدا جدا جدا. هتعملها في مصر هنا؟ في مصر، وعندنا راعي رسمي يعني بجد حاجه واو. الاكاديميه اسمها الاكاديميه المصريه العربيه للاعبي الخفه والخداع البصري. الراعي الرسمي لينا اوكي، منظمه المصريه الدوليه لحقوق الانسان والتنميه. لاول مره منظمة حقوق الإنسان والتنمية، أوكي؟ كنت بدور على الكوتشينة الأول صح؟ الكوتشينة دي فيها مخرومة في النص، شايف؟ مخرومة. أوكي؟ فهنعمل إيه؟ أنا همشيها أصحاب حيطك كده، وحيطك تقول ستوب وقت ما أنت عايز، تمام؟ ستوب. ستوب. شوف الورقه دي. تمام. امسك حضرتك الكوتشينه كده. تمام. امسك السلسله. ادخلها هنا. خليك ماسكها ما تسيبهاش ابدا. وعايز حضرتك تمسكها كده. حضرتك فاكر الورقة؟ انا هطلع من جيبي، في هنا هي الورقة فاكر. خمسة هي دي لو حضرتك فكرت فيها او شفتها. مش هي؟ مش هي. طيب لو انا عملت كده هي دي؟ لا مش هي. طيب يبقى هي دي. هي دي. انت غيرتها ازاي؟ علشان كده هلبس السلسلة بس. ايه تاني؟ مش حضرتك عايز تنهي الحلقة؟ لا، انا مكمل للصبح. نختم بقى حاجة بقى التقيلة بقى خالص. أقوى حاجة بقى. أقوى حاجة. أقوى حاجة. أقوى حاجة. أقوى حاجة. طيب ماشي. يبقى أقوى حاجة محتاج قلم فيلوماستر لو موجود. فيلوماستر؟ يا ريت. والقلم عادي؟ او قلم عادي مش مشكلة. قلم عادي. اوكي. هطلع الكوتش هنا. وعايز حضرتك تختار كارت اللي حضرتك عايزه. اخترت. خد. اوكي. وعايز حضرتك تكتب عليه أي حاجة حضرتك عايزها. كتبت. تمام.
وعايز حضرتك تقول ستوب وقت ما انت عايز عشان نحطه بقى. اوكي ستوب. طبعا اي حد لو انا فنطت عملت اي حاجه تمام، بس لو حضرتك اللي فنطت الموضوع مختلف. تمام، هطلع من جيبي حاجه غاليه جدا عليا اسمها مح مح ف محفظه. حضرتك عارف المحفظه؟ تمام. اه هنحطها هنا. الكارت اللي حضرتك خدته كان كام وكتبت عليه ايه؟ 10 كارو كتبت عليه عمرو. طيب انا دلوقتي هحاول الاقي الكارت ده. لا اه سوري، في هنا سوستة وجوه السوستة في ظرف. حضرتك عارف الظرف بتاع المقفول مكتوب عليه خاص ومستر. انا بدي اسود. وحضرتك لو دورت مش هتلاقي. بقول لحضرتك ليه؟ ليه؟ كارت هنا. كارت لحضرتك اخترته كارت عادي زي اي كارت في الكوتشينه، مظبوط؟ فاحنا لو مسكنا العشرة بتاعت حضرتك وحطيناها هنا، عايزك تدخلها بايدك جوه بالراحه. تمام؟ بالراحه. قلت لحضرتك تدخلها جوه بالراحه كده. دخلها. قلت لحضرتك تدخلها جوه كده. هنعمل كده، هناخد الكارت نحطه هنا. هيطلع فوق تاني. ليه العشره بتطلع وبتنزل وبتطلع وبتنزل؟ لان حضرتك لو مسكت العشره وهي متعلمه وعوجتها كده وهي معوجه حطيتها في النص. واحد اثنين ثلاثه. اتفضل. اوكي. خلص الكلام.